مقتدى الصدر ومواقفه التصعيدية بعد أن كان معتدلا في خطاباته ومواقفه في العراق، تغير منهاج الصدر في خطاباته ومواقفه، حيث بدأ بتهميش الشريك الأساسي في العراق وهم السنة، وبدأ بفرض أفكار طائفته على المكون والحكومة، بداية من إعلان عطلة الغدير وفرضها على كل العراق. ولم يكتفي بفرض فكر طائفته على السنة، بل قام بالتجاوز على فكر السنة فيما يعتقدونه في مذهبهم من صيام يوم عاشوراء. فتلك أمة خائنة ظالمة وضالة مضلة، تحتفل بنجاة نبي الله موسى عليه السلام من فرعون، ويتناسون مقتل حفيده الفسقة الفجرة. مثل هؤلاء المحتفلون يجب أن يكونوا منبوذين في كل المجتمعات، وينبذ كل من كان سميا ليزيد، وكل من يتبرك بأسماء قاتلي الإمام الحسين عليه السلام. ووصف الطائفة السنية بالمنبوذين، ولم يحترم عقيدتهم مثل ما يحترمون عقيدة الشيعة. هكذا خطاب من رجل دين لديه مقلدين بالملايين، يشكل خطرا كبيرا على العيش السلمي في العراق، وينبغي على العلماء والمثقفين التدخل لكي لا يجر البلد إلى منحنيات خطرة والعودة للمربع الأول.